جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعض النساء إذا سافرت خارج المملكة يحدث أن تتخلى عن كل شيء، بل ولربما تخلت حتى عن الحجاب الشرعي. شيخ صالح، لعل لكم كلمة. هذا من نقص الدين، وهذا من النفاق التي يكون لها لباس في بلدها ويكون لها لباس في خارج بلدها. هذا من النفاق والعياذ بالله. المرأة المسلمة تلتزم بالستر والحجاب دائما في أي مكان، سواء كانت في بلدها أو في غير بلدها، لأنها تخاف الله عز وجل وتحتجب طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هل إذا سافرت إلى الخارج تسقط عنها التكاليف الشرعية؟ بل إن الأمر أشد، يجب عليها أن تتحفظ في بلاد الخارج أكثر من تحفظها في بلدها، لشدة الخطر وشدة الفتنة. بل إن السفر إلى بلاد الكفار لا يجوز إلا بشروط، أن يكون لحاجة لا بد منها، وأن يكون المسلم مظهرا لدينه ملتزما به في أي مكان. نعم. أولياء أمور النساء سواء كانوا آباء أو إخوة أو أزواج، ماذا عليهم؟ والحال ما ذكر شيخ صالح. قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. وقال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالنساء تحت مسؤولية الرجال، على أولياء النساء أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يلزموا نساءهم بما أوجبه الله سبحانه وتعالى، وأن يمنعوهن مما حرم الله، لأنهم مسؤولون عنهن يوم القيامة، سواء كن في بلادهن أو خارج بلادهن. الرعاية والقوامة مستمرة للرجل على المرأة، والمسؤولية مستمرة، وهي أمانة في عنقه، يجب عليه أن يحافظ عليها، سواء كان زوجا أو قريبا لها من أوليائها، هو مسؤول عنها في أي مكان كان، وله الرقابة عليها والقيام عليها والرعاية تامة عليها في أي مكان كان. نعم.